حبايبي تعالوا نتعلم حاجة. بصوا معايا، احنا قلنا ليست الله عليك يا دعوة حمزة سوري موست من غير ما نصور. اسمع بقى اللي جاية دي، هنا اداني كاو كاو وشيب، يعني انا اروح اشوف عندي كام كاو وعندي كام شيب. تاني قال لي كلمة كاو وقال لي كلمة وحط لي بينهم ان، اقول له يعني يا مستر هعمل بلس للنمبر بتاع الكاو والنمبر بتاع الشيب. تعالى يلا نشوف، انا عندي الكاو كام؟ شكرا. والشيب كام؟ واعمل بلس للفايف والتو. نلعبها تاني. قال لي توتال بس بص بقى هنا قال لي كلمة ايه؟ تشيكن. يبقى اروح اشوف التشيكن كام؟ هاو ميني تشيكن؟ ما احنا كتبنا النمبر مش هنعد تاني. 8. لقينا كلمة اند هكتب مكانها رابت. عندنا كام رابت؟ يا مستر ما انا مجهزها. يلا نعمل 8 بلس 4 12. برافو، ايد في المايند فور على الهاند واعمل كاونت، يبقى هنا 12 يا مستر. نقول تاني؟ عشان هدي حاجه جديده برضو. هنا قال لي توتال، يعني هعمل بلس، بس هنا قال لي كاو وشيب، يبقى اعمل بلس للنمبر بتاع الكاو والنمبر بتاع الشيب. اللي بعدها عايز نمبر وتوتال. لا حول الله يا رب. يلا حبايبي تعالوا حبايبي نتعلم كلمة تاني جديدة وأقول لكم كفاية. لما ألاقي كلمة مور ذان، لما ألاقي كلمة مور ذان تقولوا أعمل ماينس. أجيب لما نقرأ، لما نقرأ مور ذان، لما نقرأ مور ذان أقول له هنعمل إيه؟ ماينس. لما أجي أعمل ماينس اشوف البيجر ولا السمول الاول؟ بيجر. تعالى يلا بقى نشوف. بص كده هنا بدانا بكلمه ايه؟ دونكي. يا دونكي انت عندك كام؟ ستين. اكتب الاول تاني. الكلمه الثانيه كلمه ايه؟ كاو. يا كاو انت عندك كام؟ فايف. يلا بقى بص بقى ايكوال فايف. حاضر، برافو يا عمر، بس ما تجاوبش تاني بدون اسم. حاضر، خد حبيبي محدش يجاوب بدون اذن تاني. تاني حبايبي يلا نقول مع بعض. احنا النهارده يا مستر بنتعلم اربع كلمات، تعالوا كده نقولهم مع بعض بسرعه عشان انا دول اللي عايزك النهارده جاي تتعلمهم. بص بقى حبايبي قال لما الاقي كلمه عمر حمزه لو جاوبت بدون اذن تاني انا هزعل. ها؟ بس. طب حبيبي هي لارا حبيبي ثواني بس. ال يا بابا، ال حبيبي، ال حبيبي، ال اي اي اس تي ليست. ليست لارا حلو. يعني ايه ليست يا لارا؟ الله عليكي شطوره يا لارا. يلا بقى الكلمه الثانيه كلمه موست. انا شايفك على فكره يا امرايا يا هنا. هنا موست بيجر. الله الله البيجر. الكلمة بعد كده لو لقينا كلمة توتال، استنى حبيبي. أيوة الله، محدش جاوب بدون إذن. على فكرة أنتوا بتجاوبوا بدون إذن وده مزعلني. يبقى هنعمل بلس. عمر لو لقيت كلمة مور ذان، الله عليك، هو ده اللي احنا جايين نتعلمه. هنقرا لقينا كلمة ليست، لقينا كلمة ليست هنعمل ايه؟ لو هندور على السمول ندور على اصغر نمبر. لقينا كلمة يبقى ادور على اكبر نمبر، بس قول الانجليش الاول. لقينا كلمة توتال نعمل بلس. لقينا كلمة مور ذان
لما اجي اعمل ماينس ادور على السمول، تعالوا نعمل ستوب عشان انتوا بقى حبايبي اللي هتحلوا. حبايبي زي ما انتوا شايفين عندنا تو بويز اصدقاء ومعاهم بول، في الريد وفي البلو واليلو والجرين وبينك. طلعت معايا فريدة وطلعت معايا عمر. عمر هتعمل كاونت للريد وتكتب لي النمبر، وبعد كده فريدة هتطلع. حبايبي عندي دلوقتي مسألة حل معايا عمر أسامة وهنا ولارا، وطلعت معايا فريدة وطلع معايا عمر، وكانوا زي ما انتم شايفين هاو ميني ريد، راحوا على البول الريد وعمل كاونت، راحوا على البول البلو وعمل كاونت، راحوا على البول اليلو رانا حبيبتي، راحوا للبول الجرين عملوا، وراحوا على البينك وعملوا كاونت. النقطه الثانيه انت دخلتي مش عايز تحلي معايا، مش عايز تحلي اللي دخلني. طب حبيبي يلا ادخلي. طب يلا حبيبي بصوا بقى معايا لو سمحت. فال يا مستر هاو ميني ريد، قالوا لي 7. الله عليكم. هاو ميني بلو، 10. هاو ميني يلو، 5. هاو ميني جرين، 8. هاو ميني بينك، 8. هل كده انا خلصت؟ قال لي لا لسه في جراف وهنعمل كلر ونشوف هنكمل ازاي. بصوا بقى معايا ثانية يا حبيبي، اقعد يا رانا، يا رانا اقعد يا حبيبتي. بصوا حبايب، بصوا حبايب هنمسح كل ده وتعالوا بقى مع بعض نشوف عبد الرحمن هيقول لي ايه. معايا عبد الرحمن وهنا، هتطلع يا قمر هنا ثواني يا لارا. حاضر حبيبتي. يلا يا بابا بسرعه، اقعد يا رنا. بص يا عبد الرحمن، احنا عندنا الريد، الريد طلع كام يا عبد الرحمن؟ انا هقول لك 7. بصوا حبايبي عشان نطلع نعمل كلر، الريد 7. البلو يا مستر، البلو طلع كام؟ 10. البلو 10. الله عليكي. انا بس حبيبتي عشان انا مش حافظ، بس انت شطوره فعلا. البلو 10، اكتب النمبر تحت منها. اليلو 5، الجرين 3، الله، واخر حاجه البنك طلع كام؟ 8. بص بقى معايا حبايبي عشان نروح نحل تاني. بص حبيبي دلوقتي عمر، انا لما اعمل بار ده اسمه بار، انا عندي الريد قد ايه؟ يبقى هنمسك القلم ونعمل كلر ل 7 بوكس على مهلك. وعشان انا كنت لسه بقول لهنا ما تضيعيش وقت في الالوان ونعمل زي الراجل الجميل ده عشان ما نخلصش. يلا هنا هنعمل كام بوكس؟ شطوره. يبقى هنا عشان اقفي بجنب عشان تشوفي حبيبي. ايوه كده حبيبي. يبقى انا عشان ما اضيعش وقت لما اجي اعمل كل البوكس مش لازم الونه كله على مهلك حبيبي. ايوه لسه انت قلتي تاني، التن لسه فوق، ما تخافيش. ايوه كده حبيبي، شكرا. تعالي هنرجع تاني للراجل الجميل ده. اليلو عندنا هنعمل كلر لكام بوكس؟ 5. بصي نقف بالجنب كده، تعالي تعالي عشان الراجل. الله عليك، اكسلنت. يلا ادي القلم لهنا. يا هنا الجرين هنعمل كلر لكام بوكس؟ شايفين زمايلكم ما بيروحش على بار بتاع حاجه تانيه، بيروح على البار بتاع الجرين يعمل كلر. يلا حبيبي خد منها، هنعمل كلر لكام بوكس؟ شطوره. اتفضل يا باشا. ده خدتي؟ شكرا شكرا حبايبي، متشكر جدا جدا جدا. كنا قاعدين بنسمع الكلام. حبيبي عايزك تتعلم حاجه حلوه دلوقتي. بص معايا هنا، بقول لك ويتش بيت
هل هنا بقول لك هاو ميني؟ طالما ما قلتش هاو ميني ما اكتبش هنا نمبر، اكتب النيم. تعالوا بقى نبص، انا لقيت كلمه ايه؟ ليست. يعني ايه؟ يبقى انا هطلع على البار جراف. بصوا معايا هنا، بصوا معايا يا حبايب، بص يا بابا، هنا الفيش عنده 6، تكتب كده. الدب عنده 3. الهامستر عنده 6. لا حبيبي 5. الكات 2. الهامستر يا بابا اللي هو الفار الابيض، مش زي الفرام بتاعتنا. البرد، البرد طالع لغايه كام؟ 9. الله، بصوا بقى معايا، هي دي اللي انا عايزك تروح ما تنساهاش. انا هكتب هنا 9 عشان اشوفها. بصوا بقى معايا، وهكتب هنا 6 واكتب 3 وادي 5 وادي 2. بصوا حبايب، حاضر يا فريد، هل هنا قال لي كلمه هاو ميني؟ يبقى هل هكتب نمبر؟ امال انا هسال، انا معايا هنا 9، يا ترى مين الليست؟ كات. اشمعنى؟ عشان هي اصغر حاجه. يبقى هنا يا مستر لو سمحت مش هكتب نمبر 2، هكتب النيم بتاع البيت. هكتب كات. حبيبه معايا، اقولها تاني؟ حمزه انت فاهم انا بقول ايه؟ طب ممكن تسيب القلم وتبص؟ بص بقى، هنا عايز موست. موست يعني ايه؟ هل هنا قال لي هاو ميني؟ يبقى هل هنا اروح اكتب هنا 9؟ لا يا مستر، اكتب النيم بتاع البيت. بيت يعني حيوان. ها؟ ايه الكلمة اللي عندها 9؟ بيرد. يبقى حضرتك تكتب حبيبي كلمة بيرد. نكمل، هنا بقى قال لي كلمة هاو ميني، يبقى هل اكتب نيم؟ امال اكتب ايه؟ بص بقى معايا، هاو ميني بيبول ان اول لايك بيرد اند كات. استنى، قرينا كلمة ايه؟ اند. اند هعمل ايه؟ بلس. لمين ومين؟ للبرد والكات. البرد عنده كام؟ والكات عنده كام؟ يلا 9 بلس 2. الله، حلو قوي. 11. كمان مرة بيقول لي هاو ميني، هكتب نيم ولا نمبر؟ هاو ميني، هكتب نيم ولا نمبر؟ برافو عليك. بص بقى المرة دي لقينا كلمة اند، يبقى هنعمل شطورة. الهامستر عندي كام في الهامستر؟ 5. اند دوج، الدوج عندنا 3. 5 بلس 3. الله، ادي حبيبي اللي تروح تقول لبابا وماما انا اتعلمت ليست، ولو ما لقيتش كلمة هاو ميني اكتبش نمبر. حد عنده سؤال؟ طب اسمع بقى، اخر حاجه هقولها لكم حبايبي واقول لكم شكرا.